وعلى الفحم. يا سلام يا سلام، شوفوا اختها ما احلاها، شي ولا افخم مشاهدينا، شي ولا اطيب. هيدا صحن الحمص عملته مرتي وزينته. شوفوا لي هاللحمه، شوفوا لي ملا لون، شي روعه. يا سلام. قالوا لي عملنا طاووق، قلت لهم يلا ما زال في صدوره بنعمل شيش طاووق. اليوم في وصفه روعه، اللحمه المشويه على الاصول، رح نعمل معها خبز هيك على الفحم، يعني اليوم مولعينا على الاخر، شيء كثير طيب. يلا نعمل خبز بدايه وبنرجع بنفوت باللحمه. مثل ما عم تشوفوا هون عندي وعاء، طبعا عم نشتغل على هيدي لانه نسينا خشبه التقطيع اللي عنا. عندي هون اول شيء، شو بدنا نحط اول شيء؟ عندي الحليب بحراره الغرفه 3 ارباع كوب، طبعا هول زينهم بالاكواب المعياريه، اوكي؟ 3 ارباع كوب حليب بحراره الغرفه، رح نسقط فوقه 3 ارباع ملعقه طعام خميره جافه فوريه، عندي ملعقه شاي من السكر، وعندي تقريبا ملعقتين طعام من زيت الزيتون مدعومين، اوكي؟ هلا بنحرك هالمكونات مع بعضها. طيب هلا حركنا هيدي المكونات، دابت عندي خميره جافه فوريه عم نستعمل هون، رح نضيف الطحين. هلا طحين متعدد الاستعمالات، عندي كوبان وربع، طبعا مش بهاي الاكواب، انا زينها قبل بالاكواب المعياريه، كوبين وربع، وايضا ملح ملعقه شاي. نحرك بدايه بهيدي، بنرجع نعجنهم بعدين على الايد. شو خبز، شو لحمه مشويه اليوم، شي فخم. طبعا هاي نظفناها بالصابون بشكل جيد، بدنا نعجن عليها. بلش نعجن. يا سلام والعجن عليها لهيدي تمام، لا بتهز ولا شي، احلى من 100 طاوله. شوفوا بالعجينه، نعجنها تقريبا على الايد شي 3 دقائق مش اكتر. عجينه صارت جاهزه، بدي اقطعها وخمرها. عجينتنا بدي اقطعها لأربعة، انتو بتكبروا وبتصغروا حسب ما بدكن الخبزة، طبعا تقريبا نفس الحجم. شيل شوي من هاي، هاي حطها هون تقريبا منيح صاروا. طيب جهزوا عندي، نبعدهم شوي عن بعض لحتى اللي يخمروا منيح كتير. الشقفة اللي بدي غطي فيها العجين تكون رطبة شوي، يعني برطبها بشوية مي، خاصة بس كون عم بشتغل برات المنزل. طبعا هلا بغطيهم بشكل جيد، سكر عنهم الهواء. هلا بدنا نخمرهم تقريبا مشاهدين الاعزاء شي 40 دقيقة، اوكي؟ طيب عندي اللحمة، لحمة بقرة عم بستعمل، طبعا فيكم تستعملوا غنم. عندي هون مثل ما عم تشوفوا من دقن اللحام، لحمة خفيف الدهن، وايضا مثل ما عم تشوفوا هون عندي لحمه كاستلتا شوي فيها دهن، بدي اخلطهم مع بعض. يعني مشاهدين الاعزاء فيكم تستعملوا بس كاستلتا على الحال، اللي بحب الدهن فيكم تحطوا معها شويه ليه. انا هيك خلطتهم شوي مع بعض بيطلعوا كتير طيبين، ويلا على الشك والقطع. هلا بدنا نقطع اللحمه مثل ما عم تشوفوا عندي، شوفوا ما احلى هاللحمه. ملاحظة منيحة، ما تقطعوا اللحم كتير صغير بس بدكم تشوه مشاهدينا، لأنه إذا كتان كتير صغير شو بصير؟ بصير بيستوي بسرعة ومن جوا بنشف كتير، خلوه شوي القطعة كبيرة مثل ما عم تشوفوا، قطع منيحة وكويسة بهيدا الشكل، أوكي؟ تقريبا بيشبهوا بعض. هلا فلفل أسود بس لحط، خشن كمان، أوكي؟ شوفوا هيدا الفلفل الأسود الخشن، مش لحط ملح هلا لأنه بعدين. ومنقلب شوية فلفل أسود زيادة لإلي. الله الله، عندي اللحمة هون بدي باشر بشكة، ومهم كتير إنه اللحمة هيدي معلومة، إذا هيك مطاولة مثلا ما بشكة هيك، بتصير تنزل عندي مثل هيك، لا بشكة بهيدا الشكل. شفتوا كيف صارت هيك؟ بقدر حافظ على شكل
اللحمة ستريت، وهيدي شغلة في كتير ناس بتوقع فيها. شوفوا عندي وبعدهم شوي عن بعض. طبعا بعد اللحمة ايه نظفها بشكل جيد بالصابون والماي، ولعلي هالفحمات الحلوين. يا عين عليك، شوفوا لي هالعجائن صارت عندي جاهزة. شوفوا ما احلاهم، الله عليك. طبعا بدنا نبلش برقهم، شوفوا شو هني روعة. رش الطحين، رش فوق طحين كمان، ونبلش بتوسيعة بهالشكل. طبعا من بعد ما نرقها لهالعجينة بدنا نغطيهم مشان ما ينشفوا. طيب هلا من بعد ما جهزوا عندي بدي ادهنهم بزيت الزيتون هيك من دون ما اضغط عليهم، يعطيهم نكهة ولون طيب. وعلى الفحم يا سلام، شوفوا كيف بلش يعمل هيدي الفقاعات الطيبة. هيدا الخبز يعني عن جد هيدا الاكل الطيب. نقلب، الله، وقلبت وقلبت معه بس ما بيأثر. شوفوا الروعة، اختها اختها يا سلام، شوفوا اختها ما احلاها شي ولا افخم. مشاهدينا شي ولا اطيب، شوفوا جاهزة. شوفوا على الوجه الثاني ما احلاها، روعة. طبعا بنحطهم وبنغطيهم، وهيدي اختها شوفوا ما احلاها. الفحم الاحمشي الروعة، عين على روعاتك. طبعا عم نشوي البصل قبل. قالوا لي عملنا طاووق، قلت لهم يلا ما زال في صدوره بنعمل شيش طاووق. شيش طاووق اسفل الفيديو بتلاقوا وسطه، هيدا كتير معقول تقطع بدون طاووق. يلا سخان طاووق ولا اشهى. شوفوا عندي هيدي اللحمه بلشت تشقر، الله عليك. طبعا بدنا نقلبها ولا اروع من هيك. على الجهه الثانيه شوفوا لي هالطاووق اللي بلش يحمر كمان. يا عين عليك يا ابو حميد، ما بيخلى الموضوع بدون الحر لانه انا بحب الحر. خلونا نعمل سلطه سريعه بس كتير طيبه. يلا سلطه سريعه، رمان على الخفيف، اوكي ما بنكتر هالقد. حلوين زيحة هيك شوي، نشيل ضربة بقدونس حلوة، نشيل منها شوي لعروق، نجمعهم هيك تقطيعة خشنة، اوكي. بقدونس، فليفلة حمراء بنقطعها سلايسات، بنرفعها منيح بهيدا الشكل. نضيفها بصل جوانح رفيعة، اوكي. بنرشلهم رشة ملح حلوة، رشة سماق محترمة، ورشة كمون كمان حلوة، شوية زيت زيتون على الخفيف ما بكتر. بنشيل بنحطهم فوق شو السلطة الطيبة. طبعا نخلطهم، شوفوا ما احلاها، فريش وروعه جاهزه. شوفوا لي هاللحمه، شوفوا لي ملا لون، شي روعه يا سلام، ولا افخم من هيك. غطي لي هيك بندوره حر. هيدا صحن الحمص عملته مرتي وزينته بس، ولكن وصفته اسفل الفيديو، انا جايبه معي جاهز. شوفوا لي هالطبقات كمان جاهزين. هيدي مش بخور، هيدي فحمة وعليها شوية قهوة مشان الدبان لأنه هلكنا للصراحة. نضربها هيك ضربة حمص من هالحمصات الطيبين، نشيل سيخ لحمة مرتب. الله، بعد 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 أكيد بدنا نرش ملح لأنه نحن قلنا ما نرش الملح وقت اللي بدنا ندوق. قرن الحر لأنه أنا قلت لكم بحب الحر مثل ما هو. هيك السلطة اللي عملناها، شوية بصل. شوفوا لي هالسندويشة
يلا بسم الله. اللحمة هاليوم سلطة كل شيء طيب، الخبزة طرية. مشاهدينا جربوا هيدي الوصفة وعملوها، وصفة الطبق ما قلت لكم اسفل الفيديو، الشيء رائع كثير. والى اللقاء ان شاء الله، بنشوفكم حلقة مقبلة. باي باي.